بمعلقتين لحمة مفرومة فقط، تقدري تعملي بيهم طواجن المطاعم والعزومات. هنجيب طاسة ونحط فيها شوية زيت صغيرين ونسيب الزيت يسخن. بعد كده هنضيف عليه معلقتين اللحمة المفرومة ونقلب اللحمة. هنفضل نقلب فيها لحد ما لونها يتحول للون البني. بعد كده نضيف عليها بصلاية صغيرة مقطعة مكعبات، وهنشوح البصلة مع اللحمة شوية صغيرين يدوب بس تدبل. بعد كده هنضيف عليها شوية جزر وشوية بسلة. ممكن الجزر والبسلة يكونوا طازة وممكن يكونوا متفرزنين، وهنشوحهم مع بعض شوية صغيرين. بعد كده نضيف عليهم طماطماية صغيرة مقطعة، ونشوح برضو الطماطم معاهم شوية. ولو عندك فلفل ألوان ممكن تضيفيه وممكن تستغني عنه. وبرضو هنشوح الفلفل الألوان مع المكونات دي شوية صغيرين. بعد كده هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البهارات السبعة أو أي بهارات مشكلة عندك، وكمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنقلبهم مع بعض شوية صغيرين. بعد كده نوطي النار خالص ونغطي الطاسة ونسيبها حوالي 10 دقايق تستوي. بعد 10 دقايق هناخد الخضار ده ونفضيه في طبق، وفي نفس الطاسة هنحطها على البوتاجاز مرة تانية ونحط فيها شوية زيت صغيرين ونسيب الزيت يسخن. بعد كده نضيف ليه كوباية صغيرة من لسان العصفور، وهنفضل نقلب في لسان العصفور باستمرار لحد ما لونه يبقى ذهبي بالشكل ده. بعد كده نضيف عليه الخضار المشكل ونقلب الخضار المشكل مع لسان العصفور حوالي دقيقتين فقط عشان لسان العصفور ياخد من طعم اللحمة والخضار. بعد كده نضيف عليه مكعب مرق الدجاج، وممكن لو هتسقي الطاجن بشوربة ما تضيفيش مكعب مرق الدجاج، بس لو هيتسقي بمية عادية ضيفي مكعب مرقة الدجاج. وهنقلب مكعب مرقة الدجاج مع المكونات دي تقلبتين فقط. بعد كده نطفي النار ونشيله على طول من على البوتاجاز، نفضيه في الطاجن اللي هنسويه فيه. ممكن تستخدمي طاجن زي كده، وممكن تستخدمي اي صينية عندك ينفع تدخل الفرن سواء ألمونيوم او بايركس، وتساوي سطح الخضار ولسان العصفور بالمعلقة كده. بعد كده تضيفي ليه مية مغلية او شوربة مغلية. لازم المية تغطي الخضار ولسان العصفور وتقلبيه بالمعلقة بالشكل ده. بعد كده بتشوفي الملح بتاعه، لو كان محتاج ضيفيله شوية صغيرين، وقلبي الملح معاه كده وغطي الطاجن ودخليه الفرن. هنحط الطاجن في الفرن على صاج الفرن اللي تحت على طول، وهنسيبه يستوي لمدة نص ساعة على أعلى درجة حرارة موجودة في الفرن، وبنسخن الفرن قبل ما ندخل الطاجن فيه. وبس كده، وده شكل الطاجن النهائي. بالهنا والشفا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.